الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اترك الكتاب، التليفون، القلم. اخواننا، نحن نريد، لا يلزم أن نختم كتاب التوحيد، لا يلزم، لكن نريد نتصور، نفهم هذا الكتاب. لماذا العلماء رحمه الله تعالى كانت لهم عناية خاصة بهذا الكتاب؟ ما الذي فيه؟ ممكن بعض الناس يعني جاهل مركب يأتي يقرأ الكتاب يقول هذا الكتاب ليس فيه شيء. فنحن نريد أننا يعني ندرك إدراك يعني سريع لهذا الكتاب. لا يلزم أن نختم الكتاب، لكن نريد يا أخي الآن نتكلم، أترك كل شيء، قرب علينا، تقدم. نريد نتصور هذا كتاب التوحيد، ما هو؟ ما الذي فيه؟ كيف نشرح الكتاب؟ كيف نفهم الكتاب؟ لو فهمنا هذا الشيء هذا يكفينا في الدرس. طيب، فأترك الأشياء كلها، وإن شاء الله تعالى سنعيد الكتاب، موجود فيه يعني ما نذكر. أنا ليس عندي علم، أنا فقط أريد أتذاكر معكم. طيب، نعم. أولا قبل أن نبدأ بدراسة هذا الكتاب، نسأل لماذا ندرس التوحيد، وهذا قد تقدم معنا. حق الله على العبيد، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عباد إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا موحد، استقرار الأمن، هداية، طمأنينة، حلاوة الإيمان، سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات، تكثير السيئات. الثاني، لماذا ندرس هذا الكتاب؟ لماذا؟ هناك كتب كثيرة مؤلفة التوحيد، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ لأننا طلاب، والعلماء رحمهم الله تعالى أرشدوا الطالب بأن يبدأ بالتوحيد، وأول ما يبدأ به في التوحيد الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد. بل أن رجل جاء إلى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وقال: الشيخ، الكتب كثيرة، مؤلفات كثيرة، وأنا لا أستطيع على هذه المؤلفات، لا أستطيع على هذه الكتب، أريد تختصر لي العلم أشد اختصار. قال له الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد وبلوغ المرام. أنت لا تظن أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كان لديه مكتبة عامرة كبيرة، لا، الشيخ بن عثيمين رحمه الله مكتبة صغيرة، لكن كل ما في هذه المكتبة هنا. قليل دائم خير من كثير منقطع. ركز العلماء على مؤلفات ضبطوها. الآن مثلا في الفرائض، إذا ضبطنا الرحبية، أي كتاب يأتيك في الفرائض تشرح بإذن الله، البرهانية، الدرة البيضاء، كذا كذا، أي كتاب يأتيك، لأن تضبط أصل. فإذا ضبط أصل أي كتاب بعد هذا يكون سهل عليك. إذا ضبط مثلا الواسطية في الأسماء والصفات، تأخذ الحموية، التدمورية، أي كتاب في الأسماء والصفات بإذن الله لا يكون عندك إشكال فيه. المهم أننا نتأصل، يعني الأساس يكون أساس قوي صحيح. وسوف ترى بإذن الله إذا انجلى الغبار أفرس ركبت أم حمار، سترى بإذن الله ثمرة دراسة هذا الكتاب، وأن كثير من العلماء أكثر الفتاوى، أكثر المحاضرات، أكثر الخطب من كتاب التوحيد. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى وضع لهذا الكتاب القبول في الأرض. كم كتاب ألف بعد هذا الكتاب؟ والله سبحانه وتعالى وضع لهذا الكتاب القبول في الأرض، بل أن بعض العلماء قال أن هذا الكتاب، كتاب التوحيد، نسخة من صحيح البخاري، قطعة من صحيح الإمام البخاري، بل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو بخاري هذا الزمن رحمه الله الجميع. لماذا ندرس هذا الكتاب؟ لأنه مشتمل على الكتاب والسنة. حرص المؤلف فيه ألا يدخل فيه شيئا من كلامه، حتى في الأبواب أحيانا يبوب بالآيات والأحاديث، كثرة الشروحات عليه. الآن أنت مثلا، هذا الأخ نصح بعض الطلاب بحفظ كتاب من الكتب،
طيب هذا الكتاب له شروحات؟ لا. له نسخ؟ لا. يقول نسخة واحدة فقط يوزعها المؤلف، ليس عليه شروحات ونسخة واحدة. طيب هذا يسافر إلى أفريقيا، وهذا يسافر إلى أوروبا، وهذا يسافر إلى المشرق، وهذا للمغرب، ضاعت منه النسخة، من يشرح له هذا الكتاب؟ لكن كتاب التوحيد بلوغ المرام لا يمكن تدخل أي بلد من البلدان إلا وتجد نسخ من هذا الكتاب، بل من يحفظ هذا الكتاب، بل من يشرح هذا الكتاب، شروحات كثيرة. دليل على ماذا؟ عناية العلماء رحمه الله تعالى بهذا الكتاب تدل على أنه يصلح للحفظ والضبط، مفهوم؟ فلا تأتي وتحفظ متن، قلنا للشيخ محسن قبل أيام يقول أريد أحفظ متن كذا نصحني فلان من الناس، نقول لا، كتب عكف عليها العلماء البلوغ وريح نفسك، تمام؟